بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله يا شباب هنبدأ أول حصة من حصص شابتر البريست. أول حصة إن شاء الله هتكون عن البريست أناتومي. الأناتومي مهم جدا جدا علشان تفهم الأمراض اللي بعد كده، لأنك مش هتفهم الباثولوجي إلا لو عرفت النورمال أناتومي. البريست بيكون موجود تقريبا ما بين الضلع الثاني لحد الضلع السادس، وبالعرض بيمتد من عند الاسترنم أو الباراسترنال لاين لحد الميد أكزيلاري لاين. طب هل البريست بيكون موجود مباشرة كده على الريبس أو العظم؟ لا طبعا، لأن فيه طبقة من المسلز على البريست بالمنظر ده. في عندي تلات عضلات البريست بيكون نايم عليهم، العضلة دي والعضلة دي والعضلة دي. دي اسمها بيكتوراليس ميجور، ودي اسمها سيريتوس انتيرير، ودي اسمها اكسترنال اوبليك. تلات عضلات بينام عليهم البريست، علشان كده البريست موجود في السوبرفيشيال فاشيا. البريست بالكامل موجود في السوبرفيشيال فاشيا ما عدا حتة صغيرة كده هنجيلها كمان شوية. يبقى انا قلت ثلاث معلومات: البريست بيمتد من الرب الثاني لحد الرب السادس، ومن عند الاسترنم لحد الميد اكزيلاري لاين. المعلومة الثانية انه بينام على ثلاث عضلات: بيكتوراليس ميجور، سيريتوس انتيريور، اكسترنال اوبليك، واحيانا كمان الريكتوس شيس اللي هو الشيس اللي بيغطي الريكتوس ابدومينس موسل. المعلومة الثالثة ان البريست كله بالكامل موجود في السوبرفيشيال فاشيا ما عدا حتة صغيرة كده هنجيلها كمان شوية. السؤال هنا: ليه البريست في السوبرفيشيال فاشيا وليس في الديب فاشيا؟ الاجابة ببساطة لانه لو كان البريست في الديب فاشيا كان هيبقى الكونسيستنسي بتاعته عاملة شبه الكاوتش، كان هيبقى جامد جدا وماسك جدا عامل زي المطاط او الرابر كده، لكن في الواقع البريست بيكون سوفت طري، وده لانه في السوبرفيشيال فاشيا مش متغطي بطبقه من المسلز او طبقه من الفايبرس تيشو القويه بتاعه الديب فاشيا. يبقى البريست بينفد من الريب الثاني لحد الريب السادس، من عند الاسترنم لحد الميد اكزيلاري لاين، موجود بالكامل في السوبرفيشيال فاشيا ما عدا الحته دي. شايفين الحته دي كده؟ دي بيسموها الاكزيلاري تيل، يعني الديل اللي طالع من البريست لحد الاكزيلا. ده بيخترق السوبرفيشيال فاشيا ويخترق الديب فاشيا ويمشي ما وراء الديب فاشيا. الصورة دي ادق شوية، يعني ده كل البريست ده كله في السوبرفيشيال فاشيا ما عدا الحتة دي اسمها اكزيلاري تيل. ده بيمتد من السوبرفيشيال ويخترق لحد الديب فاشيا من خلال فورامين او فتحة كده اسمها فورامين اوف لانجر. السؤال: ليه في حاجة اسمها اكزيلاري تيل بتخترق الديب فاشية وتوصل لحد الاكزيلا؟ الاجابة انه هذا الاكزيلاري تيل بيتعامل معاملة النفق. هو نفق بيعدي من خلاله الليمف فيسل اللي بياخد الليمف من البريست ويوديها عند الثراسيك دكت. يعني من الاخر التيل هو الكوبري اللي من خلاله بيعدي الليمف فيسل بتاع البريست. زي ما قلت لك البريست بينام على ثلاث عضلات: البيكتوراليس ميجور، السيريتوس انتيريور، والاكسترنال اوبليك مع الريكتوس شيس. البيكتوراليس ميجور بيغذيها نيرف سبلاي ميديال اند لاترال بيكتورال نيرفز، وده احد برانشات البريكيال بلكسس. ووظيفته بكل بساطة، ده سؤال شفوي، ان هو من خلاله تقدر البنت تحط ايديها على وسطها. كون البنت تعرف تحط ايدها على وسطها وتضغط عليه كده، ده اكشن بتاع البيكتوراليس ميجور. انما السيريتس انتيرور بيديها نيرف سبلاي من اسمه نيرف تو سيريتس انتيرور، بس مش ده الاسم المهم. اللي بيجي في الام سي كيو نيرف اوف بيل او لونج ثراسك نيرف، وده بيطلع من الروتس سي 5 وسي 6 وسي 7. الاكشن بتاع السيريتس انتيرور انه بيعمل ستابيلايزيشن للسكابولا،
بيخلي الاسكابولا واقفة مكانها، لأنه بمنتهى البساطة لو حصل شلل في السيرتس انتيرور أو حصل مشكلة في السيرتس انتيرور هيحصل حاجة اسمها وينجينج اوف الاسكابولا، تتحرك من مكانها. يبقى في هذه السلايد أنا عايز ثلاث كلمات. أول حاجة، مين هم أصلا العضلات اللي موجودة؟ أعرف إنه النيرف تو سيرتس انتيرور هي نفسها النيرف اوف بيل أو لونجو تراسيك نيرف اللي طالع من سي 5 و6 و7، والأكشن بتاع كل مصل، إن البكتوراليس ميجور بتعمل بريس اوف الهاند اجنست الويست، وان السيريتس انتيرور بتعمل ستابيليزيشن للسكابولا، بتثبت السكابولا مع الابر لمب، وبالتالي لو حصل قطع في النيرف او شلل في العضله ايا كان هيحصل وينجينج سكابولا. طيب تعال بقى نخش على تركيب الغده نفسها، تركيب البريست. البريست عباره عن الاتي، لو بصيت كده هتلاقي ان في جوه جلاند، وهذه الجلاند متغطية بشوية فايبرس تيشو، بشوية دهون، ومن بره خالص الجلد. فمن الآخر يعني هو عبارة عن جلاند غدة بتركبها ومتحوطة بشوية فايبرس وشوية دهون ومن بره الجلد، والجلد ده فيه النبل والأريولا. طب لو شلنا البريست ده وبصينا تحته بالطبقات اللي تحته عبارة عن ايه؟ هتلاقي عندك البكتوراليس ميجور، لو شلتها هتلاقي فيه عضلتين تحت، العضلة ديت اللي اسمها بيكتوراليس ماينور، ودي اسمها الصب كليفيوس، عضلة تحت بيكتوراليس ماينور، عضلة فوق اسمها الصب كليفيوس. لو شلتهم هتلاقي عندك الريبس، خلاص كده. بمعنى اخر ان انا لو جيت بصيت من الجنب كده هشوف اول حاجة النبل والاريولا، السكن، الجلاند والفايبرس تيشو، وبعدين اللي عندك البيكتوراليس ميجور، ثم البيكتوراليس ماينور، ثم الريبس. ده لو خدناها بالايه؟ كات سكشن او ساجيتال سكشن وبصيت من الجنب. تعال نشوف نفس المنظر ده بس على رسمه. ده السكن، نيبل واريولا، دي الجلاند طبعا، خلاص. دي بيكتوراليس ميجور، دي بيكتوراليس ماينور، ودي الريبس والانتر كوستال ماسلز اللي بين الريبس وبعضها. يبقى بمنتهى البساطه الغده عباره عن ايه؟ عباره عن جلاند، وهذه الجلاند متحوطة بفايبرو فاتي تشو، شوية فايبرز وشوية دهون، ومتغطية من بره خالص بالجلد اللي فيه حاجتين مميزين، النيبل والإريولا. لما نركز في تركيب البريست هنلاقيه بيتكون من الآتي. انت عندك هنا اللون الأخضر ده عبارة عن شوية فايبرز ثابتة أو شوية ليجامنت، فايبرز تشو يعني. هذا الفايبرز تشو بيبدأ يقسم البريست إلى من 15 إلى 20 لوب، يعني ده لوب وده لوب وده لوب وده لوب، كل لوب جواه غدة، دي اسمها السيناي، بتكمل بضغط، هنا في حاجة اسمها أمبولا، وبعد كده بتفتح بالأوستيوم أو بالفتحة الخارجية. يبقى في السيناي، ضغط، أوستيوم. بما إني عندي 15 لوب يبقى أنا عندي من 15 إلى 20 ضغط. يعني بمعنى آخر لو جيت عند النبل كده ومسكت عدسة مكبرة وبصيت هلاقي عندي من 15 إلى 20 فتحة يمثلهم ال 15 إلى 20 ضغط بتوع ال 15 إلى 20 أسيناي اللي هم موجودين جوه من 15 إلى 20 لوب. يبقى البريست عبارة عن إيه؟ من 15 إلى 20 لوب، تمام؟ متقسمين بالإيه؟ بهذا الليجمنت، كل لوب فيها الأسيناي بتاعتها، خلاص، وكل أسيناي بتكمل ب 15 إلى 20 لاكتيفرس ضغط، وكل ده بيفتح فيه النبل. لو اعتبرنا البريست بيت، أي بيت بيكون ليه أرضية وبيكون ليه سقف، وعشان السقف ما يقعش على الأرضية بتكون محتاج عمدان موجودة تسند البيت. فلو اعتبرنا إنه البريست هو البيت ده هيكون الأرضية بتاعته هو الحتة ديت اللي هي دي فاشية، والسقف بتاعه هو الاسكن. عشان البريست يكون قائم وماسك نفسه لازم يكون فيه عمود، العمود ده هو الليجامنت، ده بيسموه سسبنسوري ليجامنت، ببساطة ده الليجامنت المسؤول عن انه يحاول يخلي البريست قائم بذاته، قائم كده، مش بنديلس او مش مترهل. كل ما يكون هذا الليجامنت قوي ومشدود كل ما يكون البريست قائم وماسك نفسه، وكل ما يكون هذا الليجامنت سايب نفسه كده ومرخرخ يبقى البريست مترهل او بنديلس بريست. هذا الليجامنت اسمه سسبنسوري ليجامنت، او على اسم الخواجه اسمه الخواجه كوبر، كوبرز ليجامنت. فيقولك ان هو موصل السكن بالبيكتورال فاشيا، دي البيكتورال فاشيا وده السكن، وهو اللي ايه اللي موصلهم ببعض. هذا الليجامنت يهمني جدا 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 في شغلي. ليه بقى؟
لانه زي ما قلت لك التغيرات فيه بتبان على البريست. لو بقى هذا الليجمنت متراخي وطويل البريست يكون مترهل، ولو بقى مشدود او فايبروزد البريست يكون قوي ومشدود وماسك نفسه. ولذلك اي فايبروزز في هذا الليجمنت هيروح جاي شادد على السكن مدخله لجوه. معنى ان الليجمنت بقى فايبروزد معناه ان هو اتشد، يعني قصر، يعني شد على الجلد ناحيه جوه، فده يبان لي من بره كده على هيئه الايه الديمبلنج. ده ديمبلنج يعني النقره. هذه النقره اترجمها ازاي انا بقى؟ ان هذا الليجمنت حصل له فايبروزز وبالتالي شد الايه الجلد ناحيه جوه، هو ده الديمبلنج بالمنظر ده. ده يهمني في ايه؟ انه من اشهر الحاجات اللي بتعمل ديمبلنج هو الكانسر، مش لوحده بس. انا لما اشوف ديمبلنج في البريست اعرف ان هنا في فايبروزز في الليجمنت، يبقى احط في دماغي كديفرنشال دايجنوزز ان يكون فيه كانسر. تاني معلومه ان انت عندك الدكتس بيحصل لها كونفرجنس عند النبل، يعني هو الدكت ماشي كده 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 وبعدين بيروح جاي محاوت كده رايح ناحيه الايه النبل. فده يهمني في الجراحه علشان لما اجي اقطع او اعمل انسيجن ما ابعد تماما عن العمق في الانسيجن ناحيه النبل او الاريولا، لان هذه المنطقه فيها الكونفرجنس او انحناء الايه الدكت. يبقى ده كده البريست اعرف عنه ان هو جلاند وفيها فايبرو فاتي تيشو متقسمه لشويه لوبس، كل لوب تركيب الغده فيه، وفي حاجه اسمها كوبرس ليجمنت ديت اللي ماسكه البريست ومخليها قائم. يهمني في معلومه جدا في الام سي كيو ان هو السيرجيكال امبورتنس بتاعته. لو حصل فايبروزز في هذا الليجمنت هيحصل ديمبلنج اوف ذا سكن، وديمبلنج زي ما قلت لك هو النقره اللي موجوده في الجلد بسبب شده الايه شده الليجمنت على على الجلد. تاني معلومه ان الدكت بيحصل لها كونفرجنز عند الاريولا، وبالتالي لما اجي اعمل انسيجن ابعد شويه عن الاريولا عشان ما اقطعش الايه الدكت. نخش بقى على البلد سبلاي. بص معايا، لو ده كده البريست خلاص وديت الاريولا والنبل ودي الاكزيلاري تيل اللي بتمتد لحد الاكزيلا، هنا انا عندي في ارتري كده محترم اسمه سب كليفيان ارتري. هذا الارتري بيكمل 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 هو نفسه، بس لما بيوصل الاكزيلا بيغير اسمه، بدل سب كليفيان يسمي نفسه اكزيلاري. يبقى بالعرض ده هو ارتري واحد، هنا اسمه سب كليفيان وهنا اسمه اكزيلاري. يقوم السب كليفيان يطلع برانش محترم جدا. البرانش ده بيمشي كده جنب الاسترنم عند الباراسترنال لاين تحت الريبس. هذا البرانش اسمه انترنال ثوراسيك ارتري، انترنال ثوراسيك ارتري او اسمه انترنال ماماري ارتري، هما الاثنين واحد. يقوم هذا البرانش يدي حاجه اسمها بيرفوريتنج برانشز، دي تروح تغذي الميديال سايد اوف البريست. يبقى انا لو سالتك ايه اللي بيغذي الميديال سايد اوف ذا بريست هتقول لي البيرفوريتنج برانشز بتاعه الانترنال ثوراسيك ارتري اللي طالع من السب كليفيان ارتري. يبقى ده دور السب كليفيان ارتري وانتهى. الارتري الثاني اللي هو الاكزيلاري ارتري اللي هو اكشوالي تكمله السب كليفيان ارتري بيديك ثلاث برانشات، يهمني فيهم اتنين، واحد فيهم غايه في الاهميه اسمه اللاترال ثوراسيك ارتري. البرانش ده شايفه تخين ازاي وحلو ازاي؟ عشان ده المين ارتيريال سبلاي اوف البريست، ده الاساس، ده البرنس في الايه في البلاست بتاع البريست. يعني انا لو قلت لك ايه هو المين بلاد سبلاي هتقول لي اللاترال ثوراسيك ارتري اللي طالع من الاكزيلاري ارتري. في برانش تاني اسمه اكروميو ثوراسيك ارتري، ده بيدي كذا برانش، يهمني فيهم برانش واحد اسمه بيكتورال برانش، وده بيغذي الابر بارت اوف البريست. يبقى انا لو سالتك ايه اللي بيغذي الابر بارت اوف البريست هتقول لي البيكتورال برانش اللي طالع من الاكروميو ثوراسيك اللي طالع من الاكزيلاري. طيب اللاترال بارت مين بيغذيه؟ في عندك ارتريز صغيره كده بتعدي كده من تحت الريبس خلاص اسمها بوستيريور انتركوستال ارتريز، بتدي لاترال برانشز كده تمشي تغذي اللاترال بارت بتاع البريست. يبقى البريست كالاتي، ايه المين بلاد سبلاي؟ لاترال ثوراسيك ارتري اللي طالع من الاكزيلاري. ايه اللي بيغذي الابر بارت؟ البيكتورال برانش اللي طالع من الاكروميو ثوراسيك اللي طالع من الاكزيلاري. ايه اللي بيغذي الميديال بارت؟ البرفوريتنج برانشز اللي طالعه من الانترنال ثوراسيك اللي طالع من السب كليفيان ارتري. طب ايه اللي بيغذي اللاترال البوستيريور انتركوستال ارتريز؟ بس ده البلاد سبلاي بتاع البريست.
يبقى المين بلود سبلاي هو اللاترال ثوراسيك ارتري اللي طالع من الاكزيلري ارتري، الميديال بارت البرفوريتنج برانشز بتاعت الانترنال ميموري ارتري اللي طالع من السب كليفيان، اللاترال بارت من البوستيريو انتركوستال ارتريز، والابر بارت من البيكتورال برانش فروم الاكروميو ثوراسيك ارتري اللي طالع من الاكزيلري ارتري. الفينوس درينج هي نفسها نفس الاسماء الكورسبوندنج فينز، ولكن في معلومه مهمه، الانتركوستال فينز بتتحد مع الفيرتبرال فينز، بيعملوا بلكسس مهمه جدا في الام سي كيو اسمها باتسون بلكسس. بمعنى اخر انه لو في بريست كانسر وهيحصل سبريد، من اول الاماكن اللي هيحصل لها سبريد هي الفيرتبرا. تقول لي ليه؟ اقول لك عشان الفين بتاع البريست متصل بالفين بتاع الفيرتبرا في بلكسس سموها باتسون بلكسس. تمام، ده كده البلود سبلاي بتاع البريست. الليمفاتيك درينج، هم قسموا البريست الى 4 كوادرانت، قال لك في ابر وفي لور وفي ميديال وفي لاترال، كل واحد فيهم بيدي ليمف نود معينه. الابر بارت بيدي حاجه اسمها سوبرا كلافيكولار ليمف نود، وده بيدي بعد كده الايبيكال ليمف نود. يبقى الابر بارت عندك سوبرا كلافيكولار ثم ايبيكال ليمف نود. اللور بارت بيدي لحاجه اسمها البيكتورال والابدومينال ليمف نود، كل واحد بيدي لحاجه اللي قريبه منه. الميديال بارت بيدي للانترنال ثوراسيك ليمف نود اللي جنب الاسترنوم دي. اللاترال بارت ناحيه الاكزيلا فيدي حاجه اسمها انتيرور اكزيلري ليمف نود ثم سنترال ثم ايبيكال اكزيلري ليمف نود. يبقى الابر سوبرا كلافيكولار او انفي كلافيكولار ثم ايبيكال. تمام، طيب عندك الميديال ناحيه الانترنال ثوراسيك، عندك اللور ناحيه، عندك اللور البريتونيال والابدومينال ليمف نودز، وعندك اللاترال اللي هو الانتيرور اكزيلري ثم السنترال ثم الايبيكال ليمف نود. شويه ان بيهات بقى، لو جيت عند الاريولا كده خلاص واحنا جاي ايه فاتح فتحه وبص بالجنب كده، هتلاقي تحتها مباشره في بلكسس اوف ليمف نود بيسموها سب اريولار بلكسس اوف ليمف نود. دي حاجه. في حاجه تانية اسمها ليمف نودز اوف روتر. ايه هي بقى؟ انت عندك بعض الليمفاتكس كده بتخترق البكتوراليس ميجر اللي هو البيد بتاع البريست، وبعدين توصل للبوستيريور انتركوستال فينز من خلال حاجه اسمها الليمف نودز اوف روتر، يعني هي الكوبري اللي بيوصل بعض الليمفاتكس اللي بتخترق البكتوراليس ميجر مع البوستيريور انتركوستال فين، وده يهمني اكتر هنعرف قيمته بعدين في الكانسر عشان الكانسر بريست. معلومه للام سي كيو ان الاكزيلري ليمف نود دهيت بتستقبل حوالي 75% من البريست لمف، انما الانترنال ميموري بتستقبل حوالي 15% اوف البريست لمف. السيرجيكال امبورتنس اوف الليمفاتيك درينج، ايه القيمه اللي بتود عليا من معرفه الليمفاتيك درينج اوف ذا بريست؟ عندي 3 حاجات. اول حاجه اسمها السيستر جوزيف نوديول، تاني حاجه اسمها السنتينل لمف نود، رقم 3 ليفلز اوف اكزيلري لمف نود. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه السيستر جوزيف نوديول، البريست يا جماعه متقسم الى 4 ارباع، ابر اوتر لور اوتر ابر انر لور انر. اشهر مكان على الاطلاق بيجي فيه الماس بتاع البريست كانسر هو الابر اوتر كوادرانت، ده بيمثل 60%، وبالتالي لما يكون الكانسر موجود هنا في الابر اوتر كوادرانت ينتقل مباشره للاكزيلاري تيل كليمفاتيك سبريد، وده ارحم مكان ممكن يحصل فيه الكانسر او يحصل فيه الليمفاتيك سبريد. لكن اسوأ مكان على الاطلاق يحصل فيه الليمفاتيك سبريد هو اللور انر كوادرانت، المنطقه دي لانها متصله مباشره بالابدومينال اورجنز. فوانس انك عرفت ان الكانسر موجود في اللور انر كوادرانت، ده معناه ان المريض مساله وقت وهيموت، لانه الليمفاتيك سبريد اللي بيحصل من اللور انر كوادرانت بيتم كالاتي. انت عندك في ليمف نودز موجوده في الريكتس شيس، فيحصل سبريد من الكانسر الليمف نود اللي موجوده في الريكتس شيس، ودي متصله على طول بالليمف نودز بتاعه الليفر. يقوم الليفر يبعت ليه طريقين، الطريق ده والطريق ده. الطريق الاول ده اللي هو الفالسي فورم ليجامنت، والفالسي فورم ليجامنت بيستقبل الليمفاتكس اللي جايه من الامبليكس، وبالتالي لما يحصل سبريد للليمف نودز بتاعه الفالسي فورم ليجامنت تبعت النوديولز الى الامبليكس، ودي بيسموها سيستر جوزيف نوديول.
الطريق التاني انه يبعتها للبيرتونيوم فيعمل لك مالجننت اسايتس. انا بتكلم عن تيومر موجود في اللور انر كوادرانت، انتقل للريكتس شيس ثم الليفر، ومن الليفر بيروح مكانين. المكان الاول للفالسي فورم ليجامنت ثم الامبليكس، فيعمل نوديول حوالين الامبليكس اسمها السيستر جوزيف نوديول. الطريق الثاني انه يروح عند البيريتونيوم فيعمل فيها مالجننت اسايتس. يبقى دي اول حاجه بستفيد منها فيما يخص الليمفاتيك درينج اوف ذا بريست. رقم 2 حاجه اسمها سنتينل ليمف نود. مريضة جاية لي بتقول لي يا دكتور انا عندي upper outer quadrant mass في البريست، وعملت شغلي وتأكدت ان هي بريست كانسر. طب جوه العملية انا عايز اتأكد هل حصل سبريد للليمف نود ولا ما حصلش، اعمل ايه؟ اروح جايب مادة لونها ازرق مشعة واحقنها في التيومر وعناية مباشرة على الليمف نود. لو لقيت ان الليمف نود اتلونت بلون المادة اللي انا حقنتها، يبقى ده معناه ان في كونكشن ما بين التيومر والليمف نود. ده معناه ان حصل سبريد، حقنت مادة في التيومر وعناية على الليمف نودز، لقيت ان في لون اتلون، ده معناه ان في كونكشن ما بين الماس والليمف نود، يبقى حصل سبريد. اول ليمف نوداية، اول ليمف نوداية بتستقبل هذه المادة اول واحدة اسمها السنتينل ليمف نود. والكلام ده جوه العمليات. لما اشوف ان في ليمف نود استقبلت المادة، ده معناه ان حصل سبريد. يبقى الحل بالنسبة لي ان انا اعمل ايه؟ اشيل الليمف نودز. دي اسمها ايه؟ سنتينل ليمف نود. سنتينل يعني حارسة، وحارسة ده تعبير مجازي بمعنى انها اول ليمف نود، يعني هي الحارس اللي واقف بره، اول واحدة خالص بتستقبل الليمفاتيك سبريد بتاع الكانسر. يبقى اول حاجة سيستر جوزيف نوديول، تاني حاجة سنتينل ليمف نود، هي اول ليمف نوداية بتستقبل الليمفاتيك سبريد انترا اوبراتيفلي. رقم 3 ودي حاجة تهمني في الام سي كيو، انه الاكزيلري ليمف نود دهيت بتتقسم حسب البكتوراليس ماينور 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 الى 3 ليفل. يعني البكتوراليس ماينور مقسمه لي الاكزيلري ليمف نود الى 3 ليفل، ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. ليفل 1 بيلو المصل تحتها، خلي بالك تحتها مش وراها، تحتها يعني كده. ليفل 2 ورا المصل بيهايند. ليفل 3 اباف المصل. البكتوراليس ماينور دي ام سي كيو مهمه، بتقسم الاكزيلري ليمف نود الى 3 ليفل، ليفل 1 بيلو، ليفل 2 بيهايند، ليفل 3 اباف. دول الثري سيرجيكال امبورتنس اوف الليمف نود. سيستر جوزيف نوديول، سنتينل ليمف نودز، والاكزيلري ليمف نود اللي بتتقسم بالبكتوريس ماينور الى 3 ليفل، ليفل 1 بيلو، ليفل 2 بيهايند، ليفل 3 above المصل. النيرف سبلاي عندنا يعني لونج ثراسك نيرف، ثراكو دورسال نيرف. اللي يهمني في الام سي كيو حاجه اسمها انتركوستال بريكيال نيرف، ده بيعدي في الاجزيلا، ودي معلومه هنعرف اهميتها بعدين ان شاء الله. عرف لي بس ايه الانتركوستال بريكيال نيرف، ان هو بيعدي في الاجزيلا. دي حصه النهارده، تعال نلمها بسرعه. قلنا ان البريست بيمتد من الضلع الثاني لحد الضلع السادس، ومن البارستينال لاين لحد الميد اكزيلاري لاين، كله في السوبرفيشال فاشيا مع الاكزيلاري تيل، ده بيخترق دي فاشيا من خلال فورامين اوف لانجر. بينام على البكتوراليس ميجور سيريدس انتيريور اكسترنال اوبليك مع ريكتس شيس. عايز معلومتين، السيريدس انتيريور بيديها نيرف اسمه نيرف اوف بيل او لونج ثراسك نيرف من سي 5 وسي 6 وسي 7 وبيستابلايز الاستابيلا. المعلومه الثانيه ان البكتوراليس ميجور بيبرس الهاند اجنست الويست. تركيب الغدة بمنتهى البساطة هو جلاند ومتحوطة بفايبرو فاتي تيشوز، وفي حاجة مهمة اسمها كوبرس ليجمنت او سسبنسوري ليجمنت، ما بيحصلها فايبروزز، بيحصل ديمبلينج في السكن. البلد سبلاي عندك المين هو اللاترال ثراسيك ارتري
الميديال من الانترنال ميموري ارتري بيرفورتنج برانشز، اللاترال بوستيرير انتركوستال ارتريز، والابر من البيكتورال برانش بتاع الاكروميو ثراسيك ارتري. الفينز في حاجه مهمه اسمها باتسون بليكسس، وديت واصله ما بين الانتركوستال فين والفيرتبرال فين، ولذلك البريست كانسر سهل قوي انه ينتقل بدري الى الفيرتبري. لمفاتيك درينج عندك الابر بارت من السوبرا كلافيكولار ثم الابيكال، اللور بارت او لور كوادرنت من البريتونيال والابدومينال، الميديال انترنال ثراسيك، اللاترال انتيريور اكزيلاري ثم سنترال ثم ابيكال لمف نود. النيرف سبلاي عندك لونج ثراسيك نيرف، ثراكو دورسال نيرف، واللي يهمني الانتركوستال بريكيال نيرف، ده عشان بيعدي من خلال الاكزيلا. شكرا، السلام عليكم.